سامي. المسألة دخلت يعني، أنا مش شايف برضو زي ما بيقول الأستاذ محمود الأمن يعني ملوش دخل بالموضوع ده خالص يعني. ده أمن داخلي، أمن ملاعب من ناحية، ونظام صارم داخل منظومة اتحاد الكورة نفسها. مين اللي بيديرها؟ اتحاد كورة، لجنة أندية محترفة. المهم اللي يكون واصل للجميع إن العقوبة اللي هتوقع على جمهور ما هتأذي نادي كمان. يعني دي مهمة جدا، ويعني نبذ التعصب ده يعني شعار موجود بنطرحه في ندوات وبتاع، انما الى اي حد نقدر نحقق ده على الارض الواقع من خلال الاستمرار والاصرار على ان احنا نحقق فعلا منظومه كرويه سليمه تشمل الجمهور والامن، امن الملاعب والناس اللي بتدير اللعبه نفسها تكون صارمه لديها مواد واضحه، والجمهور كمان والاعلام دوره مهم قوي يا كابتن. الاعلام دوره مهم جدا، يعني التسخين الاعلامي بدون مبرر هنا وهناك ده شيء مقزز للغايه، وهو بيساعد على ان احنا نوصل لمرحله ان احنا ما بنتقدمش خطوه للامام في الملف عوده الجماهير. ده يعني حتى ناقشناه في لجنه التنظيم ضبط الاعلام الرياضي في مجلس اعلى تنظيم الاعلام، ناقشناه كتير لعده شهور، وكان يعني مربط الفرس هنا والمشكله العقده الاساسيه في الاعلام الحقيقيه. الحقيقه الاعلام محتاج يكون اعلام يعني هادي شويه، وده كان حالنا زمان، يعني ده كان حالنا زمان. يعني احنا في الفتره الاخيره بس الدنيا دخلت في بعضها وناس غير يعني بقى الترند واللي كل عايز يعمل حاجه بيقولها، كل اللي عنده بق بيقوله، فيعني دول شعور بالمسؤوليه. يعني احنا بنتكلم في نبذ التعصب، حتى في بند هنا في لائحه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيحتم فعلا على نبذ التعصب من اجل الوحده الوطنيه وتحقيق السلام الاجتماعي. ده شيء احنا بنفكر فيه جمهوريتنا الجديده، يعني ده مهم جدا ان احنا نكون شعب، يعني شعب على مستوى من الادراك والفهم. ان ما نوصلش الرياضه تبقى شيء على كتفنا، ولكن شيء بنحبها في قلوبنا. فده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه، ان احنا عمالين نقول الجماهير لازم ترجع، الجماهير لازم ترجع. قبل ما ترجع الجماهير لازم ترجع الضوابط. اوكي. الضوابط من جميع المسؤولين، ما نقولش الامن بس، الامن فوق طاقته ده مش مسؤوليته. الامن زي ما قال الاستاذ محمود محيط الملعب ودخول وخروج، ربما ربما يعني لما الدخول والخروج برضه له ضوابط برضه من امن الملاعب بتاع كل نادي او شركات ممكن شركات مسؤوله متخصصه تدير هذه المساله. في الاول والاخر في ملفات هذا البني ادم او هذا الشخص له سوابق ما يخش. تمام. يعني اسره معينه محترفه شغب ما تخشش. تمام. فيعني عايزين نوصل للمرحله دي، تنقيه ملاعبنا من عناصر المثيره للشغب. تمام. وفي نفس الوقت اللاعب في الملعب هيلاقي نفسه يعني مجبر على احترام المنافس واحترام الجمهور الاخر، وما يوصلش لاي حل ان هو يصير. ما في بعض العناصر في المدرجات يا كابتن اسلام بتصير لعيبه وبيحصل لها رد فعل، يعني ده شيء مش جميل يعني. وان شاء الله يعني متفائلين ان احنا نكون الفتره الجايه فتره وعي اكثر من كده.